دقائق تقريبا في حصتنا اليوم تفشي كوفيد 19 بين الأندية التونسية وإصابة لاعب عديد الملاعبية من الكوفيد، من بينهم لاعب نادي حملان. فربيع بوزيد معنا بالتليفون. ربيع باش تمنى على حالته الصحية. ربيع على بيك خويا. سلام لبنت عليك خويا. الحمد لله خويا. دونك تفاجئنا الصباح وتفجعنا عليك شوية، سمعنا خبر اصابتك كيف كيف بالكوفيد، ولو انه ما عادش يفجع برشا تقريبا، ما عادش فيل تو الناس الكل ولاو مصابين بالكورونا، عافينا وعافيكم الله ان شاء الله. اتمنى على صحتك ربيع. والله يا خويا سلام، تو البارح حسيت شويه مفاتي توجع، لانه اليوم الصباح قمت في بون انت جوست شويه دوخه وكا. ما عملت تحليل؟ عملت حاجه؟ عملت تحليل نهار اثنين البارح كلموني مع حكاية تدعم تحليل وخبروني بالأخبار وقالوا لي راهو بوزيتيف وتقعد 14 جور في الدار، وبعد عادوا نجيو نعملوا التحليل حتى نشوفوا الصحة نتاعك. دخلت في حجر وحدك؟ وحدي في الدار أنا. شنو هما الحاجات اللي قالوا لك عملها منصحوك بهم وتنصح بهم حتى انت لعب حدا على العباد ربيع باش ما يبعدوا معناتها باش ما يصير لهمش كيف كنت معناها؟ أول حاجة البافيت هذيك ما نصحهاش في الدار، حد ما بيجيش دور في داركم بحديك فامي نتاعك ديما البافيت في معناتها لبسها. تبعد على أمك على أبوك على خويتك ومعناتها أي حاجة زاد باش تعملها تمشي تعقمها برشا، لازمك تضحي برشا، هي حاجة لازمك تعملها باش تخاف على الفامي نتاعك وإن شاء الله لاباس. واضح إن شاء الله لاباس خويا، ان شاء الله ذاك حد البيس ربيع بوزين ان شاء الله ديما متالق نشوفوك مع نادي حملان فوالا مع فريقك القادم في المستقبل. فاصل ثم مواصلين في فير بلاي باش يكون بعد شويه معنا الناطق الرسمي باسم الجامعه التونسيه امين موجو. فاصل ثم راجع.